Doy la bienvenida a mi compañero delegado. Expreso mi mayor agradecimiento a todos los partidos. No, vuestro gracias por estar aquí, delegado. هذا الحدث اللي شكل شهادة ميلاد حقيقية لشعب منظم مكافح في إطار الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي ذهب. صراحة كان يعني نقاش جيد عميق في هذه الورشة، لأنه كانت يعني تواجد الكثير من الآراء المختلفة من أجل بناء منظومة تعليمية من أجل الشباب الصحراوي، وكانت يعني الآراء جد شيقة وجد محفزة. وعلى ما أعتقد يعني المجموعة مجموعة الورشة اللي الأعضاء الموجودين في الورشة اتفقوا على أن أكثر التحديات اللي نواجهها نحن كشباب صحراوي من أجل يعني من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية ومن أجل النهوض بمستقبل الشباب. أهم هذه المواضيع التي يناقشها ونطرحها تلك الورشات موضوع التعليم، الصحة، الرياضة، البرامج التأهيلية، البرامج الخاصة بمستقبل الشباب الصحراوي، البرامج الخاصة بالابتكار التي تغير من ظروف الصحراويين ومشاكل الصحراويين. ¿Cuántos más o menos países implicados políticos? Pero si no sus intereses, ¿y dónde quieren llevar su política? ¿Podemos presentar, por favor, para que... Ah, sí. Porque a ellos les conviene y en el sentido... La palabra al público... قرار محكمة العدل الأوروبية هو قرار تاريخي وهو انتصار عظيم للشعب الصحراوي ولكفاحه من أجل حقه بتقرير المصير واستقلاله، هو أيضا انتصار لقوة الحق والعدالة على الظلم وسياسة الكيل بمكيالين. ولا شك بأن هذا القرار سيعزز من الترسانة القانونية التي تؤطر وتحمل القضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار، وبكون الشعب للشعب الصحراوي حق ثابت وغير قابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال.